كان ولا يزال البحر في قرية برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ حاملاً للأمل والألم لكل شباب القرية، ومنهم أحمد عطا الذي يحلم بأن يتجاوز حدود وطنه إلى وطن آخر أكثر رحابة في الرزق والمال، حتى ولو كان ذلك عن طريق الهجرة غير الشرعية. طول عمري بحلم أني أسافر برا، أنا بقالي 4 سنين أهو عشان عايز أطلع قبل 18، عشان لو عديت سن 18 بيرجعوني، فالبعدين عايز أطلع قبل 18 يعني، فمفيش في شغل فرص عمل هنا عشان الواحد يقعد ليه، وجو هناك نضيف وشغل والناس بتجيب من هناك برا، أما إحنا قاعدين السعادة لا في شغل ولا في حاجة خالص. أنا شغال صياد يوم في والشهر مفيش، عشان كده عايز أسافر برا. سيرة من نجحوا في العبور عبر البحر وعادوا إلى قريتهم وهم محملون بالأموال التي لم تكن بحسب اعتقادهم وواقعهم الأليم لتتحقق ببلدهم البسيط كانت تمر أمام مخيلة أحمد، فيزداد شوقاً إلى خوض التجربة، حتى لو تذكر آخرين عادوا جثثا هامدة أو بمصائر أخرى لا تقل وجعاً وقسوة. في ناس ماتوا ياما، في ناس ماتوا من الصومال والحتة ديك، والواحد عايز يطلع مع انها موته، بس هي كلها موته كده، موته وكده موته، بس المهم اشتغل وابعت فلوس هنا. هي بديبه الواحد طلع بره بركب المركب ما يخافش، سيبها على الله ويمشي. النهارده بخلق معايا 20,000 جنيه هطلع، بس مفيش. بين حلم السفر وشبح الموت تتارجح امنيات ومخاوف بعض الشباب المصري في عرض البحر، ويظل العدد في تزايد واضح كما يؤكد خبراء، حتى ولو بدا الموت أقرب لهم من بلوغ الهدف.